أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. لزين زين وخي عمتني زعما لزين زين وخي عمتني الاثنين. حاولت عطينا بالاسلوب ديالك يعني من يلاه كثر عليك كيفاش دابا شي واحد في نظرك شي واحد راه زين وخا عمتني الاثنين غيبقى زين ولا ما عرفتش اثنين اثنين غيبقى زين العمى في عكاز اشنو كي شنو هي الحاجه اللي كطرا عليك في بالك ملي كتسمع هذا المثال يعني هو عنده شي بركه في ذاك العكاز يعني ذاك العكاز هو الاساس ديالو من غير ما يشوف يعني هذاك العكاز راه عنده واحد الاهميه تما شرحوا لك المفهوم ديالي انا الاسلوب ديالك خاص حاشي واحد كيكون كيلبس زوين فهمتي شكل في العياقه كما كنقولوا حنا ملي كتجي من الداخل ديالو كتلقاه شويه فهمتي خايب التصرفات ديالو وما داكشي اللي كيلبس ما ماشي بحال شنو كيفاش داير هو اجي يومين نوريك دار خوالي يا امي هي اصلا الام ما محتاجاش باش ان ولادها غادي يوريوها دار خوها هذاك خوها وهي عارفه راه خالهم راه اذا راه خوها راه عارفه هي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.